الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال مختصون بشأن الاقتصادي العراقي إن موازنة العام الجاري قد يتم إقرارها بمبلغ 135 تريليون دينار عراقي. وأضاف المختصون أن سعر صرف الدولار يحتاج إلى تعديل في الموازنة الجديدة، كما أن سعر برميل النفط قد يوضع في الموازنة بأكثر من 60 دولارا للبرميل وفقا لما تحقق من إيرادات وارتفاع في الأسعار. أقر قائم مقام قضاء القائم بمحافظة الأنبار أحمد المحلاوي بوجود عدة مشاريع متلكئة لم تنجز منذ سنوات. وقال المحلاوي إن إدارة القضاء وجهت إنذارا نهائيا لثلاث شركات محلية إثر التلكؤ بمهام عملها بمشاريع خدمية مختلفة لغرض إلزامها بضرورة الإنجاز وفق الشروط المتفق عليها. كما لوح قائم مقام قضاء القائم بسحب المشاريع المتلكئة وتحويلها إلى شركات استثمارية أخرى لتنفيذها وفق التصاميم المتفق عليها مسبقا، فضلا عن إدراج الشركات المتنصلة ضمن القائمة السوداء. كشفت رابطة أصحاب المعامل الطابوق في ديالى بأن صناعة الطابوق في المحافظة تقترب من الاندثار في أهم معاقلها. وقالت الرابطة إن أطراف قضاء بلدوزر شرقي بعقوبة شكلت لعقود مركزا مهما لصناعة الطابوق في ديالى، وكانت تورد إنتاجها إلى بغداد وخمس محافظات أخرى في آن واحد، إلا أن أسبابا متعددة دفعت إلى إغلاق 60 معملا بعد عام 2003، ومنها الاستيراد وضعف الدعم وقلة الحصص الوقودية، رغم أن هذه الصناعة كانت توفر نحو 5000 فرصة عمل. فيما أقر النائب السابق عبد الخالق العزاوي بأن الإهمال الحكومي وراء فقدان ديالى صناعات تقليدية مهمة في قطاعات مختلفة ومنها توفير مواد البناء. أظهرت بيانات أوروبية أن منطقة اليورو سجلت في تشرين الثاني الماضي عجزاً في ميزانيتها بقيمة 1.5 مليار يورو بعد فائض قدره 3.6 مليار يورو في تشرين الأول وفقاً للبيانات. وأظهرت أن العجز في الميزان التجاري لمنطقة اليورو في تشرين الثاني عام 2021 سجل لأول مرة خلال 8 سنوات، على الرغم من زيادة قيمة صادرات السلع في الشهر نفسه بنسبة 13.8% على أساس سنوي، إلا أن الواردات صعدت بنسبة 37.6%. أظهرت بيانات رسمية أمريكية أن نسبة التضخم السنوي في الولايات المتحدة بلغت 7%، وهو أعلى مستوى لها منذ 40 عاماً. هذا وأظهر مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ارتفاعاً بنسبة 0.5% خلال الشهر الماضي مقابل 0.8% خلال الشهر الذي سبقه، وسط توقعات بلجوء البنك الفيدرالي للتعجيل بقرار رفع سعر الفائدة على الدولار بواقع 4 زيادات خلال العام الجاري. وهذه انتقالة سريعة لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية والمعادن. ختام الموجز، دمتم بخير.